يا جماعتي هني نادي بنيوس ثاني لاحظ اليوم كما اقول لك يا جماعتي هني ملعب بنيوس ضد شباب الاهلي اليوم في الجوله الخامسه من دورينا. استاذ الشامخه نخلص واحد من الملاعب اللي شوي صعبه يلا بالتوفيق لنا وان شاء الله الفوز. اوكي يلا الحين رايحين ندخل الملعب اليوم لابس خضار لان الفريق نقع فيني خيانه. انا طالع من زمان ما كنت اعرف في القميص بس اصلا يلا التوفيق لنا مو بوايدين اليوم. اوكي يا جماعتي اوكي يا جماعتي جاي في الشوط الاول كان جميل سجلنا في هدف ان شاء الله في الشوط الثاني نسجل اهداف اكثر. نوبي بنياس
بنياس ما يهتم اي فيصل، بس بنياس فريق يشتغل في الشوط الثاني. ان شاء الله فريقنا يكون منتبه ويكون واعي. يلا يلا ان شاء الله نفوز. ليتس جو. غبي والله اضرب كان تاوي بينا نزلة برازيلي حمار قراش انت مو برازيلي كاينة يا شباب الاهلي هاي قول عمي كاينة مرة ثانية هاي قول براشد عيونك قتلت اوكي يا جماعتي الهدف الثاني لشباب الاهلي عباد عصر شباب اتوقع اللي سجل لاعب من بنياس هذا الهدف الثاني 2-0 في الدقيقة 50 عيد عيد يا اوكي يا جماعتي الهدف الاول لبنياس يوسف انياكيتي سجل 2-1 انياكيتي سجل 2-1 لنا يلا
من بلنتي سعيد عزت يسجل خامس 5-1 في هذه المباراة في الدقيقة 90 5-1 نخلص هذه المباراة وهاتوا لي المباراة الجاية هاتوا لي شارجة شوت رقم 15 حلو نحن متصدرين لما شارجي يلعب Let's go يا الله